صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى السبت من كل أسبوع مع برنامجكم صباح بكرة أحلى. بداية الحلقة زي ما أنتم متعودين امسك إشاعة، الإشاعات وحقيقتها. عندنا النهاردة بيقول لك إشاعة يعني تراجع الحكومة عن أهالي مزبيرو، يعني تراجعت الحكومة عن عودة أهالي مزبيرو مرة تانية. طبعا الكلام ده إشاعة لأن الناس اللي رفضت إنها تاخد تعويض أو تسكن في أماكن تانية في مناطق جديدة المفروض إنها ترجع تاني، فالإشاعة بتقول إنها مش هترجع تاني. الكلام ده مش مظبوط لأن أي حد رفض إن هو ياخد تعويض أو إن هو يتنقل في مكان تاني هيرجع بعد تطوير المنطقة. في إشاعة تاني بتقول امسك إشاعة في زيادة الرز في المجمعات الاستهلاكية. طبعا الرز من 6 ل 7 جنيه وزي ما هو مفيش أي تغيير. عندنا امسك إشاعة تاني إغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة شق التعبان. طبعا الناس بتحاول تطلع إشاعات عشان تعمل بلبلة زي ما أنتم فاهمين، لكن الحكومة بتقول إن منطقة شق التعبان دي هتبقى منطقة عالمية. إحنا بنحاول بقدر الإمكان البلد تنهض من خلال التصنيع ومن خلال المصانع والإنتاج. فمنطقة شق التعبان هي منطقة حيوية فيها كثير جدا من تصنيع وتجميع وبالنسبة للرخام، فبالتالي الحكومة قررت إنها تبقى منطقة عالمية. بيقول لك زيادة أسعار القطارات في 2020. طبعا إشاعات. الحقيقة إن وزارة النقل قالت إن ممكن كنا هنغلي بس في حالة إن إحنا كنا مش هنلاقي مصادر تانية. إنما الوزير اللي هو وزير النقل المجتهد بيقول لك احنا وجدنا مصادر تانية عشان ما نغليش في تذاكر القطارات. فطبعا إشاعة زيادة الأسعار بالنسبة للقطارات دي إشاعة. عندنا حاجة أخيرة، إنشاء اتحاد تجاريين جديد بديل لنقابة التجاريين. وطبعا الكلام دوت مش مظبوط. عايزين نقول يا جماعة نخلي بالنا من الإشاعات لأن الإشاعات بتدمر دول. وبأرجع وأقرر مرة واثنين وألف ألف شكر وتحية لكل الشباب المرابط على الفيس والتويتر وعلى السوشيال ميديا بيحاربوا الإشاعات. بفكركم إن أنا عامل كنت حملة محاربة الرد الإلكتروني، محاربة الإشاعات، لأن عايزين 100 مليون يكونوا أعضاء في هذه الحملة عشان نحارب الإشاعات، لأن مصر عمرها ما هتنهض إلا بالتنمية ومحاربة الإشاعات. عندنا الحلقة النهاردة حلقة جميلة جداً. عندنا فقرتين، الفقرة الأولى مع المستشار يسري شهاب المحامي بالنقد والدستورية العليا، هنتكلم في الإتجار بأعضاء البشر. عندنا الفقرة الثانية مع الأستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود، هنتكلم عن العظام وآلام العظام والركبة ومفاصل، يعني هنتكلم على حاجات مهمة جدا. الدكتور محمد سعيد عبد المقصود مدرس بكلية طب القصر العيني. الفقرة الأولى مع المستشار يسري محمد شهاب المحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا بيك يسري بيه. أهلا وسهلا بيك. والله منورنا، ولما بتغيب حلقة بتيجي الحلقة التانية بنقول يا ترى راح فين؟ كنت فين أنت الحلقة اللي فاتت؟ أنا كنت مضطر إن أنا ما أجيش عشان عندي شغل، لكن أنا يا فندم دايما في صباح بكرة أحلى من اسعد اللحظات اللي بتواجد فيها مع حضرتك. احنا بنبقى سعداء معاك والمشاهدين بيبقوا سعداء معاك. عندنا النهارده يعني مشكله كبيره جدا، انا بعتقد انها جديده على المجتمع العربي عموما مش في مصر بس، مشكله الاتجار بالاعضاء. في مثلا، وده تحذير يعني اكتر من ان احنا كمان بنفهم الناس القانون وبنفهم الناس العقاب والردع والكلام ده، انما احنا عايزين نقول كمان إن لا، كمان بنحذر الأهالي خلوا بالهم من أولادهم، لأن ولد عنده 17 سنة زعل مع والده، نزل من اسكندرية اشتغل شغلانة صاحب واحد، خده شربه منوم، هوب اتفاجئ لقى نفسه اتاخدت منه الكلمة.
والموضوع ده يا جماعه كمان ده في مواضيع ان الكليه بمبلغ كذا، القلب بكذا، يعني حتى الجلد ما بيسيبهوش بالسنت. فاحنا عايزين يسري بيه هنا اهوت نقول يا ترى ايه عقوبه الاتجار بالاعضاء البشريه، وناخدها بقى ترتيبا كده، المتبرع، السمسار، التاجر، الطبيب، المؤسسه، نبتدي بقى مع حضرتك نوضح للناس. هو اولا زي ما حضرتك ما قلت ان جريمه الاتجار في الاعضاء البشريه جريمه دخيله على مصر وعلى الوطن العربي، بدليل ان اساسا ما كانش في قانون بيحكمها، كان بيحكمها قانون العقوبات العادي. قانون العقوبات في نص المادة 240 قال ايه؟ كل من احدث بغيره جرحا نشأ عنه انفصال عضو فقد منفعته يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، واذا كان هناك سبق اصرار او ترصد يعاقب بالسجن المشدد مدة قد تصل الى 10 سنوات. الكلام ده في قانون العقوبات المصري القديم. لما الجريمة ظهرت، والجريمة ظهرت بكثرة وانتشرت في المجتمع العربي وانتشرت في المجتمع المصري، في سنة 2010 صدر قانونين، القانون 5 لسنة 2010، وهذا القانون خاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 10، القانون رقم 64 لسنة 2010، ده خاص بعقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية. لما نيجي نتكلم عن القانونين، القانون 5 لسنة 2010 قال ايه؟ كل من نقل عضو بقصد الزرع بطريقة تحايل او الاكراه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه. لو نقل عضو احيانا في حالة التبرع بالعضو، بيجي الانسان قبل ما يموت بيعطي وصية بان هو لما يموت بيوصي ببعض اعضاء جسده لأبيه أو لأمه أو لأي حد، بيكتب بكده عقد تبرع. فلازم الدكتور علشان ينزع العضو يتأكد إن هذا الشخص قد مات بالفعل. لو بقى ثبت إن هو انتزع هذا العضو وما كانش توفى هذا الشخص، ونتج من انتزاع هذا العضو الوفاة، يعاقب بالسجن المؤبد كجريمة قتل، إن هو كده تسبب في الوفاة. وبعد كده بقى لما جه القانون رقم 64 لسنة 2010 قال ايه؟ كل من يتعامل بشخص طبيعي، يتعامل في الشخص بالبيع، بالشراء، بالعرض للبيع، بالوعد للبيع داخل البلاد او خارجها، واذا كان ذلك بالقوة او بالخطف او بالتهديد او باستخدام السلطة او باستخدام هوى وضعف الغير، زي مثلا لما تيجي تتعامل مع شخص معتوه او ضعيف الشخصيه وتنتزع منه عضو من اعضائه، يعاقب بالسجن المشدد وغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه. امتى بقى يصل في القانون 64 لسنه 2010 عقوبه السجن المؤبد؟ في 5 أو 6 حالات تحديدا حددهم المشرع في هذا القانون. نمره 1، ان يكون هناك تشكيل عصابي أو تشكيل جماعي، أن يكون هناك إدارة منظمة، يعني لو صدر هذا التصرف من فرد العقوبة السجن المشدد، لكن السجن المؤبد، السجن المشدد بالمؤبد، أن يكون هناك تنظيم لهذا الشيء، لأن قد يكون هذا تنظيما إرهابيا، ده نمرة 1. نمرة 2، أن يكون بالتهديد والخطف وبالقوة. نمرة 3، إذا كان الجاني زوج أو زوجة للمجنى عليه، أو أحد أصوله أو أحد فروعه، يعني عمل كده مع ابنه، عمل كده مع مراته، عمل كده مع حد ليه صلة قرابة، فالعقوبة هنا المشرع شددة. وكمان قال إذا كان موظف عام ويستغل وظيفته، إذا كان المجنى عليه طفل أو عديم الأهلية، وأخيرا إذا تسبب هذا الانتزاع في حالة الوفاة. طيب احنا عايزين نفرق ما بين عصابة داخلية وعصابة خارجية. يعني هو المعروف ان بعض من الدول، في عندنا الدول الفقيرة زي الدول الأفريقية، وفي دول غنية زي الدول الأوروبية، هي ديت اللي بتستقبل الأعضاء وهي دي اللي عندها شغل الأعضاء.
وكمان عندنا مثلا زي ظهر في الفترة الأخيرة إن مثلا من إحدى الدول زي إسرائيل هي بتعمل منظمات إرهابية عشان تعمل عصابات، وبالتالي ابتدت تجيب ناس من أفريقيا، يعني ناس من أفريقيا يدخلوهم تحت العربية كده هوت بمدخل سري، يشحنوهم وبيدفعوا فلوس عشان خاطر يجيبوهم، وبعد كده يبتدوا إن هم يعملوا الكلام دوت ويبقى يفصصوا دي العين ده كبد ده قلب، بينهوا حياتهم خالص. لو هنا هو اتمسك حد وهو في دولة خارجية هنا هو هنا عقابه، هل هيبقى عقابه قانون جنائي ولا قانون إرهابي ولا قانون دولي؟ القانون يطبق داخل البلاد وخارج البلاد. قانون العقوبات يطبق على المصريين داخل مصر، وعلى كل أجنبي يرتكب جريمة داخل مصر، وعلى كل مصري يرتكب جريمة خارج الوطن، خارج الوطن المصري. فالجريمة تطبق في أي مكان، طالما ارتكب هذا الجرم حكم هذا الجرم القانون 64 لسنة 2010 بشأن عقاب كل من يتاجر في البشر، والقانون 5 لسنة 2010 يعاقب كل من تجاوز حدود تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. فلما نيجي نتكلم إذا كان القانون ده أو القانون ده، القانونين شرحوا إيه؟ عقوبة الاتجار، عقوبة مخالفة القانون، وقال وعناصر تجديد في العقاب عندما يتم تشكيل عصابي، لأن التشكيلات العصابية في هذا الشأن قد تكون تشكيلات إرهابية. لأن صحيح كلام حضرتك مظبوط، بس احنا كمان عايزين يا جماعة تاخدوا بالكم من حاجة، ان اولادكم أمانة، ممكن مثلا يحصل خلاف، يحصل مشكلة، فانت تقول انا عاقبه اخليه ينزل يعني كده هوت الشارع يشوف الفرق بين البيت والشارع، لكن المصيبة اللي هو كمان مش واخد باله منها ان ممكن اعز اصدقائه يكون احد السماسرة يغروب 5-6 آلاف 10 آلاف جنيه عشان خاطر حاجة من اتنين، ياخدوا عضو من اعضائه يا الا يزهق روحه. فنخلي بالنا الشباب كمان تخلي بالها ان مش اي حاجة اسيب بيتي وامشي، مش اي حد ان انا اتعرف عليه واحاول ان يعني ده بقى صاحبي، بلاش يا جماعة ان الطيبة زيادة عن اللزوم، لان دلوقتي الموضوع ده بقى خطير جدا. احنا من خلال برنامج صباح بكرة احلى بندق اجراس الخطر امام هذه العملية، لان لازم كلنا ناخد بالنا من الموضوع ده خطير جدا. احنا دلوقتي هنرجع تاني مع المستشار يسري شهاب المحامي بالنقد عشان يعرفنا خطورة القانون والردع في القانون بالنسبة لهذه الاشخاص. اتفضل سعد. هو النهاردة التشكيلات العصابية في تجارة الاعضاء البشرية او في تجارة البشر، النهاردة ده يعد من اخطر الجرائم العالمية، اخطر من جرائم السلاح واخطر من جرائم المخدرات، على اساس حتى الاموال اللي بيتم تحصيلها من هذه الاشياء بتخضع للقانون 80 لسنة 2002، وهو قانون غسيل الاموال. فهذا يعد يعني يؤكد ان ده جرم اكبر من اي جرم، وهي تجارة الاعضاء البشرية. ايوه. لما نيجي بقى نتكلم على القانون 5 لسنة 2010 في تنظيم، لان سعادتك كنت بتقول ايه؟ عايز تعرف المتبرع؟ ايوه. والطبيب؟ ايوه. والسمسار وكمان المؤسسه اللي هي المستشفى اللي بيقام عليها هذه الجريمه. بالظبط يا فندم. اول حاجه بالنسبه للمتبرع، المتبرع القانون وضع مجموعه من الشروط اذا التزم بها المتبرع فلا يعاقب عليها قانونا. ايه هي بقى الاشياء دي؟ ايوه. نمره واحد، ان يكون هذا التبرع صادر من عاقل بالغ راشد ذو أهلية، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أن يكون هذا التبرع دون مقابل مادي، لأن لو هناك مقابل مادي يبقى مش تبرع، يبقى بيع أو شراء، لا لازم يكون دون مقابل مادي. أن يكون بين الأقارب والأزواج. يعني إيه بين الأقارب والأزواج؟ يعني لا يجوز لأحد أن يتبرع لأحد خارج أقاربه أصولا وفروعا. يعني ما ينفعش ان انا مثلا واحد صاحبي تعبان ولا بتاع وهو يعني الانتيم بتاعه اتبرع له، يعني هو لا قانونا لا يجوز. ولكن نص القانون 5 لسنة 2010 اجاز هذا الشيء، ولكن دي حاجات مش عايزين احنا نتكلم فيها ومش عايزين نتوسع فيها، لان هو القانون قال ان يجوز ان انت تتبرع لغير الاقارب
او لغير الازواج بحدود معينة، بشرط ان يكون في حاله ضروره طارئه، وان يكون هناك موافقه من وزير الصحه شخصيا ولجنه مشكله من وزاره الصحه مكونه من 3 اطباء هي اللي تحدد الكلام ده. الاهم من كده بقى ان لا يجوز تبرع الطفل باي شيء من اعضاء، والطفل زي ما قلت ووضحت حضرتك قبل كده ان هو لغايه سن 18 سنه بالظبط كده لا يجوز ولكن برضو اجاز اذا كان لاحد ابويه وهناك ضرر سوف يلحق بابويه، وهناك لا يوجد ضرر يلحق بالطفل. هذه هي شروط التبرع. في بقى كمان جزئيه جميله جدا، ان لا يجوز التبرع في الاعضاء والخلايا الجنسيه. والمشرع اتى بعدم جوازيه هذا علشان اختلاط الانساب، فده لا يجوز في التبرع نهائيا، لا يعني ولا بدون مقابل. يعني يسري بينا هوت في بره مثلا بالنسبه للبويضه، البويضه ليها سعر محدد للي هي ما بتنجبش، فبره في البويضه بيبقى ليها قيمه، احنا هنا هوت في مصر ممنوع الكلام ده. لا يجوز، لان احنا دوله اسلاميه وقد يكون هناك اختلاط في الانساب. اخر حاجه بقى في شروط التبرع، ان المتبرع في اي مرحله كان عليها التبرع ولكن قبل البدء بالعمليه يجوز الرجوع في هذا التبرع. من حقه يرجع في اي وقت عن هذا التبرع، حتى وقت العمليه، حتى وقت العمليه. لان هو شيء ملكه وهو اللي يتنازل عنه هو اللي يجوز الرجوع فيه. ده المتبرع. لما نيجي بقى نتكلم على الطبيب او السمسار، السمسار وبعدين ناخد الطبيب، هو اولا اللي هو الوسيط سوا بينهم. يعني سوا بين الطبيب والوسيط. لا والله انا شايف يسري بيه ان الطبيب المفروض ياخد اقصى، يعني اقصى عقاب، لانه ده الطبيب. ما هو يعني ما هو لولا الوسيط ما كانش الطبيب هيقوم بالجرم. ولكن يعني هو الوسيط، هو همزه الوصل صحيح بين المجنى عليه وبين الجاني. ولكن برضو ما تنساش ان الدكتور برضو او الطبيب بيلاقي عقاب بعد كده، جزاء اداب. لكن احنا بنتكلم في قانون العقوبات، كل من نزع عضو بشري من غير علم المجنى عليه، من غير علمه، بيعاقب من 3 سنوات إلى 10 سنوات. هو دوت من غير علمه ده ممكن يكون مثلا، يعني زي ما قلنا ان قبل كده مثلا حكايه انه السرقه، يسرقوا اشخاص قسرا ويعني يعني ينوموهم، وبعد كده هو يكتشف في النهايه ان تمت سرقه اعضاء من اعضائه. لا، ده بالقوه او بالتهديد، ده موضوع تاني. بنتكلم بدون علمه. يعني ايه؟ يعني مثلا مريض داخل يعمل عمليه الزايده، خرج اتفاجئ ان ما عندوش كلى، خدوا منه كلى، خدوا واحده. داخل يعمل اي عمليه ما ويتفاجئ ان تم سرقه عضو من اعضائه خلسه. يعني ما تمش سرقته بالقوه او بالتهديد. ولكن ساعتك بتتكلم في المنوم، او ان هو يحط له منوم وبعد كده ينام ويخدروه، ده يعتبر نوع من انواع القوه. لان شل حركه المجن عليه يعد تهديد بالقوه. تمام. فهنا النهارده الطبيب يعاقب نفس السمسار بالسجن المشدد، واذا تم وفاه المتبرع او المسروق منه عضو من اعضائه يعاقب كل منهما بالسجن المؤبد وبغرامه قد تصل الى 2 مليون جنيه. 2 مليون. ما طبعا هو ده عندهم بره الكلى بتوصل لغايه 1 مليون جنيه. تخيل البيوع هنا ب 20 و30 والكلام ده، بيوصل بره لمليون جنيه. اكتشفوا كمان يسري بيه في سينا مقبره جماعيه لافارقه، كان يعني عن طريق عصابات اسرائيليه جايبينهم، اللي عينيه مش موجوده، اللي اعضائه مش موجوده، الحاجات دي كلها. في الحاله ديت لما يتم اكتشاف مقبره زي كده جماعيه، ستات ورجاله واطفال، هنا هوت القانون يعاقب بايه؟ هو هيعاقب مين؟ ما هو انت النهارده اكتشفت المقبره دي، المفترض ان هيبقى في تحريات. المقبره دي الاشخاص دي تم السيطره عليهم امتى؟ وتم انتزاع عضو من اعضائهم امتى؟ وبالتالي تقدر تتوصل الى الجاني. يعني هو في حاله ان هو وجدوا جاني او وسيط في النص، عقابه عقاب برضه القانون العادي، ولا عقابه بيبقى شد نوات لان هو جلب عماله وناس من بره ويعني قضى عليهم؟ يعني مش قضى اعضائهم بس، هو يعني مش القانون العادي. لا، لو قضى عليهم هو يعتبر هنا ده اذا كان هناك نيه لنزع عضو من اعضاء الجسد وهو عارف ان هيتسبب الوفاه. او النهارده لما بقول لحضرتك
بيوصي ان هو خدوا عضو من اعضائي. فقبل ما يموت لو الطبيب او الوسيط اللي وصل هذا الشخص للطبيب وتم نزع عضو من اعضائه وتسبب في وفاته، في قانون العقوبات المصري يعاقب بالقتل مع سبق الاثار والترصد. يعاقب بالقتل ده قبل كمان القانون الخاص بالتجارة في الاعضاء البشريه، او قبل القانون الخاص بتنظيم زراعه الاعضاء. قانون العقوبات نفسه اللي هو في ماده 240 وفي 230 اعتبر ان ده قتل عمد مع سبق الاثار والترصد. المقبره اللي لقوها دي يسري بيه مقبره كان اثار تعذيب كمان، يعني هم كانوا بيعذبوهم مش كمان، يعني كان في اثار للتعذيب زائد ان هم خدوا اعضائهم. وكان مع البحث والتحري وجدوا ان كمان لما بيبقى في واحد، وده برضو احنا بنحذر الناس اللي هي بتقول لك هتسافر وان في عقد والكلام القصص دي كلها، نخلي بالهم برضو، يخلوا بالهم اللي بقى اعضائه مش نافعه كان بيعمل ايه سعادتك؟ يتصل بزاويه، انا هيقطعوني هياخدوا اعضائي ابعتوا لي فلوس عشان يسيبوه يعيش، ولو سابوه عاش يعني. خطف ده يعتبر خطف. قبل نزع او قبل سرقه العضو من الاعضاء يعتبر خطف. لا والخطف. قبل الخطف يسري بيه لا، ده هو بيقول له ايه؟ بيقول له ان انك انت جايب عقد عمل، بيعملوا معاهم عقود عمل. تحايل. التحايل والاكراه والخطف على حد سواء، لحد ما بيوصل بيه في مرحله معينه ويبدا ينفذ فكره الاجرامي. أيوة. فالخطف تحدث عنه القانون العقوبات المصري من الماده 288 حتى الماده 292، والخطف ده لوحده عقوبته السجن المؤبد. ده الخطف دون ان يرتكب جرم اخر. خطف الانسان فيها مؤبد، ثم بعد ذلك عندما يقوم بقى بنزع عضو من اعضائه قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد. ده الخطف، وده القانون 5 لسنة 2010 والقانون 64 لسنة 2010 الخاص بسيرة الأعضاء البشرية. طيب طبعا أنت عارف إن في أطباء متورطين، أساتذة ودكاترة وأطباء كبار بيغريهم المال. طب يا ترى المؤسسة المستشفى اللي بيقام بقى عليها الكلام ده، بعيدا عن الحاجات الخارجية، المستشفى داخل مصر مثلا، في مستشفيات ثبت إن حصل هذه العمليات، بيدعوا ان هم ما بيبقوش عارفين، او ايه العقاب القانوني هنا؟ اولا يا فندم احنا لازم نفرق بين نوعين من انواع المؤسسات. في مؤسسات مرخص لها باجراء عمليه الزرع، وفي مؤسسات لم يتم حصولها على هذا الترخيص. تمام. المؤسسات اللي حصلت على هذا الترخيص، الترخيص ده من رئاسه مجلس الوزراء ومن وزير الصحه، وهناك حملات دورية وإشراف دائم على هذه المؤسسات، وأن يمنح هذا التراخيص لمدة لا تزيد عن 3 سنوات. لمدة محددة يعني. لمدة محددة. آه. وعند التجديد بيبقى فيه شروط جديدة ومتابعة جديدة. الأهم من كده إيه بقى؟ إذا تم نقل وزراعة العضو البشري في هذه المؤسسات، حتى لو المتبرع والمتلقي غير قادر على سداد قيمة تكاليف العلاج، الدولة بتتكفل بها، لأن هناك قانون واضح وصريح وفي التزام بالقواعد القانونية. أما النوع الثاني بقى اللي هي المؤسسات الغير مرخصة بمزاولة هذه المهنة، دكتور فاتح مستشفى تحت السلم، فاتح عيادة في مكان ما مجهول، ويقوم بالتحايل وبالخطف وبإجراء بعض العمليات اللي هي نقل الأعضاء دون علم المجني عليه. دوت هنا هوت النهاردة حضرتك السجن، وغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه ولا تزيد عن 300,000 جنيه، وغلق المؤسسة وإحالة الأطباء لمجلس التأديب. وبالإضافة إلى في حالة وفاة المتبرع يعاقب كل من هو متواجد في هذه المؤسسة، من قام بعمل في الجريمة ساعد أو شارك أو حرض يعاقب بالسجن المؤبد. طيب يعني كده هوت السجن المؤبد. احنا عايزين كلمة أخيرة كده هوت حضرتك تقولها، مش هقولك بقى تقولها من الناحية القانونية بالنسبة للمجرمين، المجرمين كده كده هوت عارفين ان هم إغراء المال هو السبب وراء جريمتهم، لكن عايزين كلمة للأسر، ازاي يخلي بالهم من شبابهم، ازاي يخلي بالهم من نفسيهم،
كلمه اخيره برضو. انا عايز اوجه بعد اذن حضرتك، هي مش كلمه واحده، هما كلمتين. لا قول ثلاثه. هما كلمتين. الكلمه الاولى طبعا زي ما سعادتك ما بتقول، الاسره المصريه يجب على كل ام وعلى كل اب ان يحافظوا على ابنائهم من كل سوء، لان النهارده معدل الجريمه انتشر بطريقه غير طبيعيه. فالنهارده حد بيتسول ويخطف طفل وتتفاجئ انه هربه بره مصر وقام بسرقه الاعضاء. فانا بقول لكل اسره ان هي تخلي بالها من اولادها. اللي اهم بقى من ان انا اقوله لكل اسره، النهارده انا احب اقول واحب اخاطب كل طبيب، اقول له لقد خلقكم الله رفقاء الملائكة بالزي الأبيض، أنتم ضمير الأمة، وأنتم من ترسمون البسمة على كل وجوه البائسين. فأنا النهاردة ربنا ميزكم عن باقي البشر وأعطاكم مهنة، مهنة الملائكة. فأنا أستحلفكم بالله، أستحلفكم بالله أن تتقوا الله. من خلال المستشار يسري شهاب المحامي بالنقد والدستورية العليا، خبير جرائم المعلومات، عضو منظمة جنيف الدولية، بنشكره على هذا الحوار الجميل والرائع. وهو تملي طبعا في كل مرة بيدي يعني وعي قانوني. خلاص الناس اغلبها تبقى محامين بعد كده. احنا يهمنا الناس تتابع البرنامج علشان يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم بس من الحقوق. بنشكر المستشار يسري شهاب، شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، عندنا الفقره الثانيه مع الاستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود، مدرس واستشاري جراحه العظام والعمود الفقري بكليه الطب القصر العيني. عندنا حاجات كتير، اوعوا تروحوا في اي مكان بعد الفاصل.